لقاء النهاردة في مجلس النواب. اللقاء كان فيه عدد كبير، حوالي 50 من ممثلين نقابات مختلفة. الناس اتكلمت في كل حاجة، دي نقطة بالتأكيد إيجابية، ولكن عند الحديث عند الأجور كان بيتقال دايما هذه نقطة مؤجلة، ما بيتمش الدخول في المناقشة والاتفاق على نتيجة، هذه نقطة مؤجلة. الحقيقة ده بالنسبة لي مؤشر سيء، لأن في نفس الوقت وإحنا بنتناقش في قانون الخدمة المدنية وباب الأجور مؤجل، في قاعة أخرى بتتم مناقشة الميزانية. فباختصار الأجور اللي مؤجلة وإحنا بنناقشها وضع ليها مقترح محدد في ميزانية المقدمة من وزارة المالية لسنة 2016-2017، سنة المالية 2016-2017، وبتقارئ أو يعني ما بتقارش طبعا دلوقتي، ولكن المناقشة فيها بتجري بتستقر على صورة ما. فهنا تأجيل بند الأجور اللي هو مع أهمية النقاط الأخرى، ولكن بند الأجور هو أكثر بند يؤثر على الموظف وعلى حياته اليومية ويخنقه لما يبقى سيء، اللي أنا حسيته إنها فعلا مناقشة خارج السياق وفي أوضة تانية أو في قاعة أخرى. الأجور كجزء من ميزانية بيحسم أمرها. توزيع ميزانية الأجور بقى، توزيع الموازنة، نقسمها في الموازنة إلى حوالي 10 أقسام. أحد هذه الأقسام يخص النظام والسياسات العامة، وما تسمع النظام والسياسات العامة وتشوف الرقم زي ما هو في الجدول تكتشف إن النظام والسياسات العامة ده لوحده واخد 5 مليار، وبقية البشر في الدولة واخدين 5 مليار في الزيادة. ايه بقى النظام والسياسة العامة ده؟ طب مين هم اللي ينطبق عليهم؟ قال لك وزارة الداخلية ومصلحة السجون. هقول لكم حاجات نماذج تضحك، ودار الإفتاء والعدل، وزارة العدل، وقال لك ايه هيئة صندوق ايه خاص بالايه بالشهر العقاري. هؤلاء هم الذين سيحوزون على 5 مليار الزيادة.